الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وما زلنا في أعلام الطريقة الذين ذكرهم في الجزء الأول من رسالته، ومنهم يوسف بن الحسين. الفاتحة لروحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، صراط مستقيم. آمين. يوسف بن الحسين شيخ الري والجبال في وقته، وكان نسيج وحده في إسقاط التصنع. والتصنع هو التخلق بشيء ليظهر به أمام الناس، إن الإنسان يتصنع يعني يتكلف شيء يظهر به أمام الناس، لا يكون في باطنه ما يطابق هذا الظهر، فيسمى تصنع. الإنسان عليه ألا يتصنع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف هو التصنع، فلا تتكلف ما لست فيه، ولا تظهر بحال يخالف باطنك. وكثير من الناس يتصنعون حتى الصلاح وهم في حال فاسد، ويتظاهرون بالولاية وهم في أبعد ما يكون عنها أمام الناس لقضاء بعض أوثارهم، وربما أتيت الصوفية من هؤلاء المتصنعين. وكان نسيج وحده في إسقاط التصنع، كثف الهامش أي التزين والتحسن للخلق بإظهار العبادة والطاعة. وكان عالما أديبا صاحب ذنون المصري وأبا تراب النخشبي، ورافق أبا سعيد الخراز. يبقى كان في القرن الثالث الهجري. مات سنة 430. قال يوسف بن الحسين: لأن ألقى الله تعالى بجميع المعاصي أحب إلي من أن ألقاه بذرة من التصنع. لأن التصنع نوع من الكذب، الكذب هو قول الزور، والتصنع هو حال الزور، إنك تظهر في حال مخالف لحقيقتك، فهو نوع من الكذب، ولكن كذب بالفعل وليس باللسان. فالكذب يكون باللسان، والتصنع يكون كالكذب ولكن بالفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن قد يكون جبانا، قد يكون بخيلا، لكن لا يكون كذابا بالقول أو بالفعل. لأن ألقى الله تعالى بجميع المعاصي أحب إلي من أن ألقاه بذرة من التصنع. وفي كتير من الناس لا يستسيغ الذكر من حركة، يقول لك شوف الناس بتتطوح ازاي. معظم الاعتراض على اللي بيتطوح تصنعا، معظم الاعتراض. إنما لو غلبك الحال محدش هيعترض عليك، محدش هيعترض عليك، حتى الوهابي مش هيعرف يعترض عليك، لأنه ساعتها هيكلمك مش هترد عليه، هقول ده الراجل غايب. إنما هو كل الاعتراض من المتصنعين الذين يتصنعون الحركة الزائدة أثناء الذكر، ويتمايلون ميلا زائد أثناء الذكر. فالناس يقول لك شوف هو الذكر يبقى كده، هو الذكر ده منظر ده، يوم يعترضون من أجل التصنع، ولكن هم يعترضون الحركة لأن الحركة غلبها التصنع. لكن لو جاءت طبيعية غالبا محدش هيعترض. وعلشان كده تترك نفسك إيه حسب حالك مع الله. وقال يوسف بن الحسين: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص فاعلم أنه لا يجيء منه شيء. خد بالك أن كلمة الرخص في كتب التصوف في كتب التربية غير الرخص في كتب الفقه. الرخصة في كتب الفقه هي ما جاء على خلاف الدليل لعذر، دي الرخصة اللي هي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالرخصة عند الفقهاء تعرفها ما جاء على خلاف الدليل
بعذر او لعذر. يعني مثلا الصلاة 4 ركعات الظهر، في السفر تبقى على خلاف الدليل تبقى 2 ركعات، الدليل ان هي 4، ده باجماع المسلمين على مر العصور 4 ركعات، تيجي في السفر بقت 2، بقت على خلاف الدليل لعذر اللي هو ايه؟ اللي هو السفر. العذر ان جاء السفر فصارت رخصة. شهر رمضان واجب صيامه على كل انسان بالدليل القاطع باجماع المسلمين، ياتي السفر او المرض يمنع الصيام ويبيح الفطر، لك ان تفطر، فياتي على خلاف الدليل لعذر ايه؟ السفر والمرض. يبقى الرخصه هي ما كان على تعريف، ده مهم تحفظه، الرخصه هو ما كان على خلاف الدليل لعذر، دي عند الفقهاء واهل التربيه والسلوك ياخذون بها ولا يذمونها، ولا يذمون الرخصة بهذا المعنى، ولكن إذا جاءت الرخصة في كلامهم تذم فلا يقصدوا بهذا المعنى، يقصد الرخص هي فعل المكروهات، الترخص هو فعل المكروه وترك المندوب، يعني أي حاجة مباحة وأي حاجة يعني الاستكثار من المباحات يعتبروها رخص مذمومة، لأن المباح مباح لكن الاكثار منه ضد التربية، فهو يذم هذا المعنى، يذم ان تترك السنن والمندوبات والمستحبات وسائر الاداب وان كانت ليست هي من الواجبات، فيجي الانسان يقوم يقول لك دي ليست واجب انا ما اعملهاش، يقصر فيه، ويجي في مسألة يقول لك ده مكروهة مش حرام ما يجراش حاجة اعملها، يقوم يقع هنا بقى، وادي معنى الرخص المذمومة عندهم، والتوسع في المباحات استرسالا مع شهوة النفس او ترك المندوبات بحجة انها ليست واجبة وفعل المكروهات بحجة انها ليست حرام، يبقى دي معنى الرخص في كتب اهل التربية، علشان اما يجي واحد من الجماعة الوهابية اللي قاعد يرد على الكتب دي يجي يقرأ على كلام سيدنا يوسف بن الحسين يقول اذا رأيت المريد يشتغل بالرخص فاعلم انه لا يجيء منه شيء، يقول لك يذم الرخصه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان، يبقى بيتكلم على حاجه وده بيتكلم على حاجه، خدت بالك؟ فلازم الاول نوحد التعريف علشان نعرف هو بيتكلم على ايه، تقوم تفهم الشيخ يقصد ايه. يبقى الرخص المكتوبه بالذم في كل كتب التصوف لها معنى، هي التوسع في المباح استرسالا مع شهوه النفس، أو ترك المندوبات بحجة أنها ليست واجبة، أو فعل المكروهات بحجة أنها ليست حراما. هذه هي الرخص المذمومة في كتب أهل التصوف جميعا. أما الرخصة بمعنى ما كان على خلاف الدليل بعذر وهي عند الفقهاء فهي مستحبة في كل حال، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فبيقول إذا رأيت المريد، يعني الإنسان السالك في بدايته، يترخص يعني يترك المندوبات ويفعل المكروهات ويسترسل مع نفسه في المباحات، فاعلم أنه لا يجيء منه شيء، يعني لا يفتى عليه، لأن الحديث يقول إن الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والنوافل هي فعل المندوبات وتجنب المكروهات، هي دي النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا ترك الحتة دي اللي هي تؤدي للمحبة فلا يكون سمعه ولا يكون بصره فلا يحدث التجلي، وعلى شكله فاعلم أنه لا يجيء منه شيئا، لا يحدث له التجليات ولا يحدث له الترقيات، ده معنى كلامه، فهو مطابق للحديث، ولكن ممكن إنسان أهل ناس أهل هوى مش فاهمين يطلع من الكلام ده ما يخالف الحديث. وكتب الى الجنيد بيدعي له بيقول له لا اذاقك الله طعم نفسك فانك ان ذقتها لم تذق بعدها خيرا ابدا، يعني لذة شهوتها وحب الرياسة وحب الظهور وحب المدح من العامة، هي دي طعم النفس، النفس عايزة كده، النفس تحب أوي تمدح، تحب تظهر، تحب تحصل على ما تريد بزيادة، مش مجرد ما تريده للضرورة، لا بزيادة كمان،
طبيعة النفس دي. فبيدعي له بيقول له: لا أذاقك الله طعم نفسك فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا أبدا، لأنك لا تصل إلى الله إلا بعد أن تتخلى عن شهوة نفسك، فإن ذقت شهوة نفسك كيف تصل؟ وعلى شكل كان سيدنا إبراهيم الدسوقي له الصلاة الدسوقية معروفة اللي هو بيصلي بها على سيدنا رسول الله، بيقول: اللهم صلي على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، اللهم بسره إليك وبسيره اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وهمي وخذني إليك مني. هذه معنى خذني إليك مني، يعني امنعني أن أذق نفسي، خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. هذه المعنى. تجد أن كلهم بيشربوا من معين واحد، تجد الأولياء كلهم بيشربوا من معين واحد، وهو معين الوراثة النبوية المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. وقال يوسف بن الحسين: رأيت آفات الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد ورفق النسوان. الإنسان الصوفي اللي هو السالك عشان يصل إلى الله، أي طريق إلى الله محفوف بالمكاره، أي طريق موصل إلى الله محفوف بالعقبات، بل العقبات احيانا تكون في وسطه لا على حافته، فالمكاره على حافته والعقبات في وسطه، فهو ليس طريقا سهلا. فيقول ان الناس الصوفيه بيبقوا واخدين بالهم من العقبات الواضحه اللي كل الناس شايفينها وكل الناس عارفينها، لكن في افات مش واخدين بالهم منها بيصطدموا بها في الطريق وتكون عائق وهم مش واخدين بالهم انها من العوائق. فهو بيبين الحاجات اللي هي قد تخفى على الناس. رأيت آفات الصوفية في صحبة الأحداث، اللي هم الشبان الصغيرين الحلوين، لأن أنت عارف الراجل الصوفي ده بيبقى عايش زاهد، أحيانا يعيش في الصحراء فترات طويلة، فلما يصاحب معاه كمان شبان حلوين ويكون هو محروم من النساء قد ينظر إليه بشهوة فيقع. إذا كان النظر للمرأة بشهوة حرام، يبقى للرجل أشد حرمة، وعلشان كده كانوا يحرموا على نفسهم مثل هذه الاشياء في صحبة الاحداث، لان انت عارف ان حرام الخلوة بالمرأة وحرام مصاحبة المرأة في السفر، فدي عمره ما يعملها الصوفي عمره ما يعملها، خلاص دي مش هيعملها، لكن ممكن يصاحب الشاب الامرد الجميل لانه الخلوة به، لانه رجل، فالخلوة به ليس كالخلوة بالمرأة، واخد بالك؟ فيقوم يجيله الشيطان من هذه الجهة، يجيله الشيطان من هذه الجهة. وعلشان كده قال: آفات الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد، اللي هم الناس اللي ليسوا على حاله من الطاعة والعبادة، يبقى في بداية حاله يعيش مع أهل الغفلة وأهل الغفلات تشغله، وأهل الدنيا يشغلوه بدنياهم، وأهل عدم التحرز من المحرمات يقوم يطعموه معهم أكل فيه شبهة، كل الحاجات دي عوائق تعوقه في دول الأضداد. الأضداد اللي هم عوام الناس، اللي هم غير منشغلين بالوصول إلى الله بل مشتغلين بتحصيل شهواته. ورفق النسوان، وانت عارف برضو الستات لما تلاقي راجل صالح كده طائع وقاعد متفرغ للعبادة، تقوم ايه وهو معدي عليه كده تديله حاجة، تديله أكل، تديله هدمة، تديله هدية، يقوم هو بمرور الوقت نفسه تلتفت إلى النسوان. هو بالاول مش هتلتفت، لكن بالتكرار، واخد بالك ازاي؟ يبص يلاقي نفسه تلتفت الى النسوان. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر من هذا المعنى، وقال ان يعني حذرنا من فتنة النساء، وقال ان فتنة النساء من اشد الفتن اللي الانسان يتجنبها. لكن الفقيه يقول لك ايه؟ يقول لك: ما انا لما راجل يقعد في وسط ستات كتير مش خلوه ولا حاجه مباحه، يقوم يقعد في وسط الستات ويديهم درس
ويعمل نفسه شيخ كبير، وبعدين تيجي له الفتنه وهو مش واخد باله. واخد بالك؟ ما هو يقول لك اصل فقها انا مش مختلف حد، ده انا قاعد قدامي 100 ست، ايه المشكله يعني؟ مش ده بيحصل ساعات؟ فلا ننصح الحكايه دي بالنسبه للرجال ان هم يعطوا دروس خاصه بالنساء. ده مجرد نصيحه. الا اذا كان انسان يملك اربه وده نادر، واخد بالك، له ان يفعل ذلك لانه هي اصلا ليس محرمه. ولكن الاحتياط مطلوب، والنساء لها ان تتعلم مع الرجال كما كانت تفعل الصحابيات الجليلات يمكثن خلف الرجال يتعلمن العظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، فلا يكون الكلام مباشر معهم. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم يوما ولم يستمر كثيرا، يعني مرات معدوده ثم تركه صلى الله عليه وسلم، حيث انهم بعد ذلك عادوا وصاروا يتعلمون اما من رجالهم او يتعلمون من حضور جلسات وعظ النبي صلى الله عليه وسلم خلف صفوف الرجال كما كنا يفعلنا في اثناء الصلوات وغيره. يجي لك شاب من دول يسالني يقول لي انا بقعد مع زميلاتي في الجامعه بعلمهم القران. ما ينفعش. لا تعلمهم القران ولا تعلمهم الاغاني ولا تعلمهم، مالكش دعوه بيهم. لان انت كده هتنضر. كده هتنضر. ما تقعد مع الرجاله، اشمعنى يعني خلاص؟ يقول لي اصل غلابه ده نفسهم يتعلموا القران وانا بعرف يا انت اللي اغلب. مش هم اللي، ده انت اللي اغلب منهم. واخد بالك؟ هيغلبوك. ملاش، لا وانت تغلبهم برضه. ما حبكش يعني. ومنهم ابو عبد الله محمد بن علي الترمذي. ده كان شافعي ومن اقران الامام البخاري، يعني من القرن الثالث الهجري. وكان محدث، اديب، واعظ، صوفي، مربي. من كبار الشيوخ وله تصانيف في علوم القوم. يقول في الهامش نسبة إلى ترمذ، مدينة على طرف نهر بلخ المسمى بجيحون. ترمذ وخراسان والحتة دي كلها الوقت اللي هي أفغانستان وشمال باكستان، كل البلاد دي طلعت الأولية دول، اللي هي عبارة عن شمال باكستان ومنطقة أفغانستان، منطقة الجبال. واخد بالك؟ الحته دي طلعت اولياء كبار، لان هناك انت لما تشوف الاماكن دي يعني خلوه ما فيش احلى منها. يعني تحس فعلا انك انت يعني بعيد عن الدنيا. جبال ونباتات وحاجه جميله وتلاقي نفسك مش محتاج حاجه. الميه جنبك والفاكهه جنبك وكل حاجه جنبك، مش محتاج تروح اي حاجه. مش فاضي بقى لانك انت تعبد ربك. فعلشان كده تجد فيهم ناس منورين. لحد ما جات الحرب الأفغانية الأخيرة دي وابتدت الجماعة الاتجاه الوهابي يروح علشان يساعدهم، فلقاهم جناس صوفية طيبين كده بيحبوا الأولية، فرقهم شيعة. قال لهم لا ده انتوا مشركين، لا ازاي بقى، ده انتوا قبوريين، ده انتوا تروحوا في داهية. انت اسمك سياف عبد الرسول؟ لا، تبقى عبد رب الرسول. ايه عبد الرسول دي؟ تبقى عبد رب الرسول. وسمى نفسه سياف عبد رب الرسول، فتبرت منه قبيلته، لان قبيلته كلهم صوفيه. واخد بالك؟ هو سمى نفسه عبد رب الرسول علشان ياخد مساعدات السعوديه. السعوديه قالوا له لا مش هنديك طول ما انت اسمك مشرك، ده انت من بدايتها كده اسمك في شرك، ما ينفعش. قال لهم طب اعمل ايه وانتوا تساعدوني؟ قال له عبد رب، على خلاص عبد رب الرسول. هو قال كده قبيلته سابته. قالوا له انت تتنازل عن دينك ودين ابائك من اجل شويه علماء نجد اللي هم ما يعرفوش حاجه، واخد بالك؟ ودخلوا فيه شمال وحصلت مشاكل. وشفنا احنا المناقشات الكتيره دي لدرجه ان انا توقعت هذا فيهم، لان انا ذهبت لعلاج المجاهدين مع النقابه سنه 86، ايام ما كان السفر مباح بعلم الحكومه يعني. فسافرت سنة 86 لعلاج المجاهدين الأفغان، ومكثت معهم حوالي 4 شهور بالظبط. وحضرت أنا بعض المناقشات القبلية كده على العشاء، وإحنا إيه بنتعشى بعد ما نكون خلصنا شغلنا طول اليوم. فلقيت فيهم
الدربكه دي اول ما دخلوا الجماعه السعوديين فيهم بقت مناقشات كلها، هل يجوز التوسل ولا لا يجوز؟ يجوز تقبيل اليد بتاع مولانا، هم يقولوا على الشيخ مولوي، واخد بالك؟ فهل يجوز تقبيل يد المولوي ولا دي السجده الصغرى ولا ده يبقى شرك؟ شغلانات كده غريبه ابتدت تحصل مناقشات، ويتخانقوا مع بعضهم، وده يصلي مع ده وما يصليش مع ده، وده يقيم الصلاه ما يرضاش يصلي وراه، الشغلانات دي. لدرجة ان انا توقعت ان اول ما ربنا يكرمهم وينتصروا على الروس هيضربوا بعض، وبالفعل والله ده اللي حصل. بعد كده طالبان اللي هو الاتجاه الوهابي اللي فيهم انتشر وذاع صيته وقووا شوكته واعطوه اموال كثيرة، وابتدى هو اللي يسيطر عليهم، وابتدى يقتلهم شر قتلة بلا رحمة. يمكن كان يعامل الافغاني المسلم العادي اللي هو مش على مذهبي اشد ما كان يعامل الاسير الروسي، دي حقيقة. عندهم غلظة عجيبة الشكل اللي هم بتوع الرايات السود دول. وبعد كده لما تابوا عليهم، تاب الله علينا منهم، ولكن للأسف على يد مين؟ على يد الامريكان والانجليز اللي هم اصلا زرعوهم في وسطنا، يعني هم اصلا اللي زرعوا الفكر ده في وسطنا مقصود يعني. لا، ما هو مش هم دول اللي الرسول اخبر عنهم، لان الرسول اخبر عنهم اللي هيخرجوا مع المهدي. هم كانوا بيقولوا على نفسهم كده في الاول، يقول احنا بتوع الرايات السود اللي احنا هنخرج مع المهدي، وهم مش هيخرجوا مع المهدي، دول هيخرجوا مع المسيح الدجال. ايوه، هم دول اللي هينصروا المسيح الدجال يا سيدي. الفكر ده هو ده اللي هينصر المسيح الدجال، وهو ده اللي هيفتن من امه النبي. المفتون بالفكر ده هو اللي هيفتن بالدجال، واللي معصوم من هذا الفكر ربنا هيعصمه من الدجال، لانهم يعبدون الله انه جسم وانه في جهه، والمسيح الدجال جسمه جاي من جهه، ويامر السماء تمطر ويامر الارض فتنبت. خلاص بقى، هو ده ربهم اللي بيعبدوه من زمان، واخيرا قبلوه فيعبدوه يمشوا وراه. فده الفكر بتاعهم يا سيدي. الله اعلم، هي كلها حاجات الله اعلم بها، الزمن هيثبتها وينفيها. من كبار الشيوخ ولو تصانيف في علوم القوم، صاحب أبا تراب النخشبي وأحمد بن خضروي وابن الجلاء وغيرهم، سئل محمد بن علي عن صفة الخلق، صفة الخلق اللي هو الإنسان يعني المخلوق، فقال أو الخلق مطلقا كل ما سوى الله مخلوق، قال ضعف ظاهر ودعوة عريضة. شفت الجمال؟ ضعف ظاهر يعني باين عليه الضعف كده، لكن يتكلم يقول لك انا وانت ولا حاجه، ادي معنى دعوه عريضه، واخد بالك؟ والدعوه يعني ايه؟ الدعوه جايه من الادعاء، والادعاء هو قول غير مطابق للواقع لا عن حقيقه، ادي معنى الدعوه العريضه. يعني ينكشف عند الابتلاء والامتحان، يقول لك انا صبور، ده انا بعمل، وانا واول ما يخش مسمار في رجله اي صوت يوم للدنيا صوت. فين ما انت لسه من لحظه كنت بتقول انا راجل بصبر، وانت من لحظه كنت بتعمل. ينكشف عند الامتحان على طول، يقول لك ده انا بحليم، ده انا بصبر على الناس صبر. ويجي واحد يروح مثلا خبطه كده في الزحمه وماشي، يروح مديله على قفاه. طب فين بقى اللي بتحلم على الناس؟ يعني دعوة عريضة كده أول بس، ده أنا كريم، ما حدش يطلب مني حاجة إلا وديها له. واحد يقول له أنا مزنوق مش عارف، امشي وأنت كل يوم تاخد مني. في الحال ها؟ الخلق مطلقا دعوة كده، إلا ما رحم ربي. ما هو الإنسان بقى اللي رب نفسه حتى قتلها بيترك الامور، يعرف بقى انه لا حول ولا قوه الا بالله، انه لا يملك ضر ولا نفع لا لنفسه ولا لغيره، وانه لو اجرى الله الخير على الناس على يديه لا ينظر ليديه بل ينظر لمجري النعمه ولا ينظر ليده هو. ضعف ظاهر ودعوى عريضه. بيقول في الهامش نسبة إلى ترمز، مدينة على طرف نهر بلخ المسمى بجيحون، قال الحافظ ابن النجار في تاريخه كان إماما من أئمة المسلمين،
له التصانيف الكثيرة في التصوف وأصول الدين ومعاني الحديث. وقال الكلبادي في التعرف هو من أئمة الصوفية. وقال ابن عطاء الله كان الشاذلي والمرسي، ابن عطاء الله السكندري لأنه كان تلميذهم، كان الشاذلي والمرسي يعظمانه ويقولان هو أحد الأوتاد الأربعة. ما كانش معاصر ليهم، لأن الإمام الشاذلي كان في القرن السادس الهجري، لكن ده في القرن الثالث الهجري، لكن هم لما نظروا إلى كلامه ومآثره المكتوبة عرفوا قدره، لأن هم بيعرفوا من أي معين يشرب من خلال كلامه. ويقولان هو أحد الأوتاد الأربعة، ومن حكمه إذا سكنت الأرواح بالسر نطقت الجوارح بالبر. وقال الولي أبدا في ستر حاله والكون ناطق بولايته، ومدعي الولاية ناطق بولايته والكون كله يكذبه. شفت الجمال؟ وقال ما استصغرت أحدا من المسلمين إلا وجدت نقصا في معرفتي وإيماني. ليه؟ لأن إن بعض الظن إثم، لا يسخر قوم من قوم، فيجي يستصغر واحد من المسلمين يعرف على طول إنه ما تأدبش لسه بأدب الإسلام فيستصغر إيمانه. ما استصغرت أحدا من المسلمين إلا وجدت نقصا في معرفتي وإيماني، وما منع الناس من الوصول إلا لركبهم في الطريق بغير دليل وأكلهم الشهوات وارتكاب الرخص والتأويلات. وأكلهم الشهوات وارتكاب الرخص والتأويلات. عرفنا يعني إيه الرخص؟ يعني ترك المباح، ترك المندوب، فعل المكروه، التوسع في المباح، دي اسمها الرخص. والتأويلات يدور على أي تأويل ضعيف كده في أي مسألة علشان يجد لنفسه مخرج. آدي معنى التأويلات. أصل أنت مش واخد بالك، ده أنت لو عذرتني، ده أنت لو كنت معايا كنت. يفضل طول النهار يقول أنا إيه على رأي فطوطة وأنا هقطع نفسي. واخد بالك إزاي؟ عارف فطوطة؟ ما ده مذهب فطوطة. مذهب فطوطة إن الإنسان يقول يعني هقطع نفسي، ما أنا عامل كل حاجة. ده أنا يعني ويبقى واقع في الزبالة كلها. ليه يا ابني وانا اقطع نفسي؟ فطوطة. اوعى تبقى فطوطة. او ده هو بيحذر من مذهب فطوطة الذي انتشر في هذا الزمان. لا. وما منع الناس من الوصول الا لركبهم في الطريق بغير دليل، اللي هو رسول الله الدليل. ما هو الدليل اللي هو رسول الله يا سيدي صلى الله عليه وسلم، والمعين هو الله. مش كده برضه؟ والتقوى هي الزاد، ولا عمل إلا الصبر على العمل. هي دي المسألة كلها زي ما بيقول، لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر على العمل عشان تعرف توصل إلى الله. فإذا ركض في الطريق إلى الله بغير دليل تاه. تصور انت تمشي في طريق ما مشيتش فيه قبل كده وما بتاخدش بالك من الايه اللوح الارشاديه، يبقى حتوه. هتوصل ازاي بقى في السفر الطويل ده؟ فلازم يبقى عندك دليل. ومش كده وبس، واكلهم الشهوات يعني انشغاله بقى، لانه لو انشغل بشهوات نفسه كل ما هو عايز حاجه. تصور انت مسافر وبتمر على بلاد كتير، والبلاد الكتير دي فيها اسواق كتيره، وكل ما تخش سوق عايز تدوق كل بضاعة وعايز تشتري من كل حاجة، هتوصل امتى؟ ده انت في كل بلد بقى هتقعد تلف في الاسواق لما رجليك دي تتبري، واللي مسافرين معاك سابوك خلاص، والعربيات كلها مشيت والطيارات كلها قامت، وانت اصلك مشغول في السوبر ماركت عايز تدوق كل حاجة وتاكل من كل حاجة وتتفرج على كل حاجة وتجرب كل حاجة وتلبس كل ايه لبس. هو ده بقى بالظبط اللي منشغل في شهواتي نفسه. واخد بالك؟ العمر قصير، انما ما تشبع نفسك كل حاجه عايز تاخدها كل حاجه عايز، هتلاقي نفسك عمرك انقضى وغيرك وصل وانت لسه مسكين في اول محل، وحتى لسه ما اشتريتش، ده انت بتقيس بس.
واكلهم الشهوات وارتكاب الرخص والتاويلات. وقال محمد بن علي: ما صنفت حرفا عن تدبير ولا لينسب الي شيء منه، ولكن كان اذا اشتد علي وقتي اتسلى به. كان بيغلب عليهم احيانا الوجد والمعارف عند في الطريق الى الوصول الى الله، فكان لما يشتد عليه المعارف يخاف تفلت منه وينساها، ويقوم يبتدي لما يشتد عليه الامر ده والواردات الالهيه تزيد فيه والمعارف، يقوم يبتدي ينشغل عن هذا ويتسلى بانه يثبتها يالفها. لكن ما كانش بيتكلف انه يقعد يالف، لكن كان لما يشتد عليه الحال كان يقعد يالف الحاجات دي عشان ايه؟ يتخطف هذه الحكم والواردات الالهيه التي ترد على قلبه في حال الوصول الى ربه. ما صنفت حرفا عن تدبير ولا لينسب الي شيء منه، ولكن كان اذا اشتد علي وقتي، يعني حالي مع الله، اتسلى به. ومن حكمه: كفى بالمرء عيبا ان يسره ما يضره. كفى بالمرء عيبا ان يسره ما يضره. عايز ايه بعد كده؟ اعيب حاجة فينا كلنا، كل الناس، ان الحاجة اللي تضره هي اللي تسره، والحاجة اللي تنفعه هي اللي تحزنه. لما تيجي تلاقي واحد كده المدح في الوجه يضر، يا يحب قوي المدح في الوجه وفي غير الوجه، وبعدين لما تيجي تنصحه وتزجره ويكون هو في تقصير يتجنبك، في حين ان هو ده اللي هينفعه، هو ده اللي ينفعه. كفى بالمرء عيبا ان يسره ما يضره. الفاتحة لروحي سيدنا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ومنهم أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي. الفاتحة لروحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي جزاه الله خيرا ونفعنا الله بعلومه ورحمه الله، أقام ببلخ، وصاحب أحمد بن خضرويه وغيره، وله تصانيف في الرياضيات. أنت مكتوبة الرياضات، هي حقها تبقى الرياضات، لأن الرياضيات دي علم الماثيماتكس. لا، هي الرياضات، بس أنا مكتوبة عندي ظاهر خطأ. الرياضات اللي هي تربية النفوس والسلوك إلى الله، جاية من الترويض، ترويض النفس، لأن النفس حرون فتحتاج إلى ترويض، والترويض يحتاج إلى رياضة. فهمت إزاي؟ فهي جاية من كده، الرياضات. بدل ما يروح يشتغل في السيرك يروض الاسد، يروض نفسه الاول، نفسه اشد عليه من الاسد، ويقعد يروض الاسد 40-50 سنة، وفي الاخر الاسد يموته بقى. عيلة عاكف دي كده اللي بيروضوا الاسود، معروفين اللي في كذا واحد منهم مات بالاسود، الاسود هم اللي قتلوهم، كذا واحد تصور كده، برضه ما بيحرموش، يقعدوا يروضوا في الاسود برضه. هو لو روض نفسه احسن. وبعدين يجي لك الست من دول تبقى ايه لابسه بقى ايه؟ لبس عريان خالص، وبتروض الاسد عشان تظهر في الـ تفرج الناس وهي بتروض الاسد، الناس قاعدين يتفرجوا عليها، الرجاله بيتفرجوا عليها والستات بيتفرجوا على الاسد. ما ينفعش. واخد بالك؟ يعني ما ينفعش الشغلانه دي. بيقلدوا الاجانب عشان الاجانب بيعملوا الحكايه دي، السيرك، السيرك. هي فاكره ان الناس كلها بيسقفوا وبيتفرجوا عليه، ها بيتفرجوا عليها هي مش على الاسد. واخد بالك؟ لكن الستات اللي جايين اهو بيتفرجوا على الاسد، والاطفال بيتفرجوا على الاسد، وكل واحد بيتفرج على اللي عايز يتفرج عليه. والاسد، الاسد غلبان، هو ده اللي غلبان في المساله كلها. كان قاعد في الغابه مستريح، ايه اللي جابه هنا في وسط العالم دي؟ يتضرب ويجوعوا ويعملوا، هو ده اغلب واحد في المساله كلها.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول، سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت محمد بن محمد البلخي يقول، سمعت أبا بكر الوراق يقول: من أرضى الجوارح بالشهوات غرس في قلبه شجر الندامات. أو غرس، هو اللي غرس بقى. من أرضى الجوارح بالشهوات غرس في قلبه شجر الندامات. ليه؟ حتى ولو الشهوات دي مباحة، لو هو بياخد منها كفايته وزيادة يبقى ضيع وقته، يوم يبتدي لما يشوف يلاقي عمره ضاع فيندم عليه، غيره حفظ القرآن، غيره صلى آلاف الركعات، غيره ذكر ربنا ووجهه نور، غيره طلب علوم الدين فتعلم، غيره غيره، لكن هو قضى عمره في المطاعم ويتجوز الستات. صحيح هو ما يمشيش في الحرام بس بيتجوز عند أربع ستات باستمرار كده، يعني ايه متجوز أربعة وباستمرار عنده 20-30 عيل، وباستمرار عنده بيوت وتجارات، وباستمرار عنده مصالح وعمارات، وباستمرار عنده ضياع، وباستمرار يصحى من الفجر لحد العشاء شغال في ساقية لا تنتهي، واخد بالك ازاي؟ كل دي برضو حاجات صحيحة، سكة مباحة كلها، لكنه ضيع عمره فيها. يوم بعد كده يجي يقعد مع نفسه كده ويقابل واحد صاحبه كان معاه زمان في الحضانة، يقابله يلاقيه راجل وشه منور، يقول له اخبارك ايه؟ يقول له انا اتجوزت واحده بس، خلفت عندي عيلين، ماشي على تبع نظام كريمه مختار بتاع تحديد النسل، واخد بالك ازاي؟ اللي بيجيبوها في التلفزيون دي بقت دكتوره، دكتوره كريمه اسمها كريمه، دكتوره كريمه مختار، واخد بالك؟ فبقى ماشي على النظام ده، فالراجل خد من الدنيا بقدر الضروره، ده زميله خد من الدنيا بقدر الضروره وماشي كده، يقول له عملت ايه؟ لا وشه منور. يقول له ده انا قضيت عمري بقى في العباده وفي الصلاح. يوم يبتدي هو ايه يعض على ايده بقى يندم، يفتكر عمره كله اللي ضاع ده، ضيعه كله في ايه؟ في طلبات النفس والدنيا، فهو بقى يغرس في نفسه الندم. ليه؟ لفوات شفت انت كنت لما قرينا احنا في اول هنا، لما الراجل اللي كان بياكل الاكل متسقي، علشان لو مش متسقي لو ندغه هتفرق 50 آية. يا خبر أبيض، وإحنا نجيب عصير قصب، مش نجيبه عصير قصب نشربه، لا نجيبه قصب نمص علشان نضيع وقت أكتر. طب ما تجيبها كده واشربها واخلص. لا لازم، علشان العود القصب يتمص في ساعة وإحنا عندنا وقت كتير، ونجيب كيلو لب وكيلو شيبسي وشغلان. من أرضى الجوارح بالشهوات غرس في قلبه شجر الندامات. يعني لفوات القربات والطاعات، لان اصله وقتك محدود، هي 24 ساعة يومك، خدتهم اكل وشرب وراحة وتنطيط في النوادي ومشي في الشوارع هيضيعوا، خدتهم في الطاعات هم يعني مش هتقدر تعوضهم بقى خلاص، يا حطيتهم هنا ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. انت عندك بالليل، ممكن بالليل تصحى تقيم الليل او تنام عشان تقوم الفجر، او تسهر قدام التلفزيون، او تخرج تسهر تروح اين تذهب، هذا المساء البدعة اللي هي لا يحذر منها الوهابية، لكن يحذرون من بدعة المولد النبوي ومن الذكر الجماعي، ولا يحذرون من اين تذهب هذا المساء الى المسرح الفلاني والى السينما العلانية. هل حذرون من هذه البدعة؟ لم يحذرون. هل جلسوا في المقاهي والنوادي يحذرون الناس من الغفلات؟ لم يجلسوا، ولكن جاءوا الى المساجد يحذرون الناس من الذكر. شيء عجيب عشان تعرف ان هم عالم مطموسين. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت ابا بكر البلخي يقول، سمعت ابا بكر الوراق يقول: لو قيل للطمع من ابوك؟ قال: الشك في المقدور. يا خبر أبيض، لو قيل للطمع، الطمع بما في أيدي الناس، لا الطمع بما في أيدي الله، لأن الطمع بما في أيدي الله محمود، والطمع بما في أيدي الناس مذموم. يا بابا بيتكلم على الطمع المذموم، مش كده برضو؟ لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشك في المقدور، يعني في الرزق. الرزق ده مقدر ولا مش مقدر؟ مقدر. امال ليه متعلق انت بما في ايدي الناس؟
تقوم تتفرد تتزلف للناس وتتقرب للناس بدل ما تتقرب الى مولاك الذي يرزقك، تظن ان الناس هترزقك، فبدل ما تتقرب الى الله تتقرب الى الناس للشك في المقدور المرزوق. لو قيل للطمع من ابوك قال الشك في المقدور، ولو قيل ما حرفتك قال اكتساب الذل اللي هو تزلف للناس، لان التزلف الى الله عز والتزلف الى الناس ذل، مش كده برضو؟ يبقى بيتكلم هو على نوع معين. قال اكتساب الذل يعني المذلة لابناء الدنيا والانهماك معاه. يقول لك كلب الوزير لما مات مشي في جنازته 1000 شخص، ولما الوزير نفسه مات مشي 4 اللي شايلين النعش، بانه خلاص بقى ساب المنصب. قال اكتساب الذل، ولو قيل ما غايتك، يعني ايه غايتك؟ قال الحرمان. يبقى الطمع يقل ما جمع. شوف كلام العلماء بقى، الناس العوام، الطمع يحرم، الطمع بايدي الناس يحرمك. فهمت ازاي؟ الحرمان يحرمك منين؟ يحرمك من العز، ويحرمك من الرضا، ويحرمك من القناعة، ويحرمك من اليقين، ويحرمك من التوكل، ويحرمك من رضا الله عز وجل في الآخرة. يبقى ده الحرمان بقى من كله، ويحرمك حتى من احترام الناس لك. فالحرمان كله حرمان في الظاهر وفي الباطن. لو قيل للطمع من أبوك قال الشك في المقدور، ولو قيل ما حرفتك قال اكتساب الذل، ولو قيل ما غايتك قال الحرمان. عشان كده الإمام الشافعي ليه شعر ظريف كده يقول إيه؟ علمت أن القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه، ولاذا يراني به منهمك. أدي معنى إنه ما ينهمكش بالناس بقى. فلاذا يراني على بابه، ولاذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أسير مع الناس شبه الملك. واخد بالك؟ لأن الغنى عن الشيء لا به، هو نفسه قايل كده الإمام الشافعي، يقول لك الغنى عن الشيء لا به. الغنى عن الشيء لا بالشيء، لأن الغنى لو كان بالشيء يبقى افتقار إلى الشيء، يبقى فين الغنى بقى؟ ده هو ده عين الافتقار. عين الفقر أن تغتني بالشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض أن يكون غناه بالذهب، فأبى وقال إيه؟ أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر، واختار أن يكون غناه بالله، فكان أغنى الخلق بالله، لأن لو كان غناه بالذهب لذهب. وكان أبو بكر الوراق يمنع أصحابه عن الأسفار والسياحات، ويقول مفتاح كل بركة الصبر في موضع إرادتك، يعني موضع سلوكك، موضع اجتهادك، موضع عبادتك. تقعدش تهج كتير. يأتيك الله سبحانه وتعالى هو أقرب إليك من حبل الوريد. أينما تولوا فثم وجه الله. ركز في اللي أنت فيه، ركز في طاعتك وفي عبادتك وفي الموقع الذي أقامك الله فيه، أقامك فيما أرادك. ما تفرقش كتير. فهمت إزاي؟ يأتيك رزقك وأنت في مكانك. ولكن تصدق الهمة مع الله. مفتاح كل بركة الصبر في موضع إرادتك، إلى أن تصح لك الإرادة اللي هو السلوك يعني. فإن صحت لك الإرادة فقد ظهرت عليك أوائل البركة. ومنهم أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من خرز الجلود في القرب، كان خراز يخرز الجلود في القرب، أو كان يعني زي خياط. الفاتحة لروحي سيدنا أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. من أهل بغداد حررها الله ونجاها وسائر بلاد المسلمين. صاحب ذنون المصري والنباجي
وابا عبيد البصري والسري وبشرا اللي هو بشر الحافي وغيرهم. يبقى ده في القرن الثالث الهجري برضه، كلهم في الثلاث قرون الهجريه اغلبهم. مات سنه 77 و200. قال ابو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. خد بالك الحته دي مهمه. كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل، اما ان يكون تصنعا فيكون كذب، فيكون ظاهره مخالف لباطنه تصنعا، اذا كان ظاهره افضل من باطنه فيسمى تصنع، وان كان ظاهره اسوأ من باطنه فيسمى ايه؟ يبقى من تبع الملامتية. الملامتية كانوا يعملوا كده، لكن هو ما يحبش المدرسة دي، لا يحب يبقى ملامتي ولا يحب يبقى متصنع، هو عايز يبقى ظاهره زي باطنه واضح كده زي المرآة. ربما يقصد هذا المعنى وربما يقصد معنى آخر. كل حال يأتيك في باطنك ووارد أثناء وصولك إلى الله إن خالف ظاهر الشريعة فهو باطل. ممكن يقصد هذا المعنى أيضا، هو معنى صحيح. يبقى كل باطن يعني كل ترق تشعره فيك وكل أنوار تحدث في داخلك في أثناء وصولك إلى الله إن عرضته على الشرع فوجدته مخالفا لظاهر الشرع فاعلم أنه باطل، فلا تتكلم به ولا تسير معه. مش مجرد أي واردات تجي لك كده تتكلم فيها، لا، لازم تعرضها على القرآن والسنة، فإن وافقت، مش قال لك قبل كده لا أقبل أي وارد ولا هاجس إلا بشهيدي عدل وهو القرآن والسنة؟ فربما يقصد هذا المعنى. قال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. تجد أن كلامهم فيه نوع من جوامع الكلم كده، ليه؟ لأنهم وراث ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد ان كلامهم يحتمل معاني كثيره. يبقى كلمات قليله المبنى لكنها واسعه المعنى. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت ابا عبد الله الرازي يقول، سمعت ابا العباس الصياد يقول، سمعت ابا سعيد الخراز يقول: رايت ابليس في النوم وهو يمر عني ناحيه. ايه ده؟ شاف ابليس اللعين في النوم رؤيا، رؤيا صالحه. رايت ابليس في النوم وهو يمر عني ناحيه، يعني ايه؟ يعني بيتجنبني كده، بيبعد عني يعني. يبقى بشرى. صحيح رؤيه ابليس هي احيانا تاتي بشاره، لانه شاف ان ابليس بيتجنبه، يبقى دي مش بشاره برضه؟ بشاره. فقلت له: تعالى مالك؟ يعني هو اللي نفسه بايه؟ بيقول له تعالى، شوف القوة بقى، مش همه يعني. فقلت: تعالى مالك؟ فقال: ايش اعمل بكم وانتم طرحتم عن نفوسكم ما يخادع به الناس، اللي هي الدنيا يعني. انا بأخادع الناس بالدنيا والنساء، وانتم تركتم الحكاية دي خلاص وخلعتوها، هعمل معاكم ايه؟ خلاص سبتكم بقى. ايش اعمل بكم وانتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس؟ فقلت: وما هو؟ قال: الدنيا. فلما ولى عني التفت إلي وقال: غير أن لي فيكم لطيفة، لي لسه فيكم مدخل بسيط كده ما بتاخدوش بالكم منه، غير أن لي فيكم لطيفة، يعني مدخل بسيط انتم مش واخدين بالكم منه. فقلت: وما هي؟ قال: صحبة الأحداث. يبقى النساء من باب أولى، إذا كان صحبة الأحداث يبقى النساء من باب أولى يا سيدي. وقال أبو سعيد الخراز: صحبت الصوفية ما صحبت، فما وقع بيني وبينهم خلاف. قالوا: لما؟ قال: لأني كنت معهم على نفسي. يا سلام، ده دليل كمال حاله، ودليل أيضا ستره لحال الناس، ودليل إن الله سبحانه وتعالى كان يومي عن معاي بغيره. كل دي أدلة على إن الإنسان الذي لا ينشغل بمعايب غيره ربنا يصلح عيوبه، واللي ينشغل بعيوب غيره يبقى لم يصحب الصوفية للتجربة ولا للنقد ولا إن هو ينظر إليهم ليعترض،
ولكن صاحب الصوفية ليتشجع بهم للوصول إلى الله. فلما صاحبهم بهذه النية غطى الله عيوبهم فلم يرى فيهم عيب. وبالتأكيد كان فيهم عيوب، يعني ما يعني هم معصومين، مش معصومين، لكن هذا أكبر دليل على أن الإنسان إذا سار مع المسلمين بنيته أن يصل معهم وبهم إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى يستر عيوب المسلمين عنهم، فينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. ومن أقواله ليكن فرحك عند العطاء بالمعطي لا بالعطاء. خد بالك، ليكن فرحك عند العطاء بالمعطي لا بالعطاء. تبقى فرحان بربك اللي هو ادالك، مش فرحان باللي ادهولك. انت طفل، انت دلوقتي لما بتدي لابنك مصاصة بيفرح بيك ولا بالمصاصة؟ بيفرح بالمصاصة، صح؟ طفل، انت عايز تفضل طفل مع ربك على طول كده زي الطفل، ولا اكبر بقى وافرح بربك مش بالمصاصة؟ فهمت ازاي؟ ادي المعنى كلامه. ليكن فرحك عند العطاء بالمعطي لا بالعطاء، وتنعمك بالمنعم لا بالنعم. يا سلام، كلام عالي. بس انت تعرف الناس دي عايشة في ايه وحالها ايه من كلامهم. هم ما كانوش يقولوا كلام كده زينا حافظينه، ده كانوا يقولوا كلام عايشينه. دي الميزة اللي فيه. وعشان كده لما انتشر الكلام اللي هو المحفوظ بس اللي بغير معايشة، الناس ابتدت تعترض على الصوفية. ليه؟ لانه لقوا انه كلام فيه تكلف. لكن عارف اما بيطلع الكلام من معايشة بيبقى خالي من التكلف، يؤثر، يدخل القلب على طول، حتى قلب الوهابي، حتى قلب الوهابي يدخل. واخد بالك؟ ليه؟ لانه مؤثر طالع من القلب. فهمت ازاي؟ ما هو الوهابي برضه عنده قلب، مش عنده قلب؟ عنده قلب، بس غلبان مسكين، يعني ضيق على نفسه النظرة، فصار ينظر الى الحق من سم الخياط، من خرم ابرة. واخد بالك؟ وشايف ان الحدود بتاعت الابرة دي هي دي حدود التوحيد، لو لمسها اشرك، مسكين، فمش قادر. لكن هو لو شال الابرة دي وجد الدنيا واسعة وفضل الله واسع والمسلمين بخير والامر على خلاف ما هو متصور، بس يشيل النضارة السودة دي اللي لبسها له بن باز وابن عثيمين ومن كان على شاكلتهم كالألباني وغيره، لدرجة ان بعضهم يألف رسالة في شركيات ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري. يعني صاروا قضاة بيحكموا على عقيدة ابن حجر، مش شايف عيال. والله لو ابن حجر العسقلاني عايز لكان لمهم في السجن الرسم قاضي يقبض عليهم. كان يقبض عليهم يرميهم في السجن، شايف العيال الزبالة دي. الجايين هم اللي يعلموا قاضي القضاة بتاع مصر ان هو كان مشرك. حاجة غريبة. عندهم تجرع عموما على كل حاجة. لدرجة ابن باز نفسه في صحيح البخاري في التعليق على الطبعة السلفية في فتح الباري، في الجزء الأول أظن من الكتاب أو الجزء الثاني اللي هو في باب الصلاة، بيقول إن سيدنا عبد الله بن عمر كان يعني يتحرى أماكن بروك ناقة النبي وأماكن بول النبي حتى في سفره ويسأل عن ذلك. واخد بالك؟ فيروح كاتب لك في الهامش ابن حجر قايل ان هذا يدل على التبرك باثار الصالحين وفعل الصحابه، وهذا هو فعل السلف الصالح من لدن الصحابه الى يومنا هذا. ده كلام ابن حجر في الشرح. يروح حاطط لك علامه وكاتب لك في الهامش تحت. وهذا يعتبر من الامور العظيمه التي تؤدي الى الشرك. وقد خالف عبد الله بن عمر، يعني بيعترض ابيه عمر بن الخطاب الذي قطع الشجره، شجره الانواط، في حين ان الحادثة دي لم تحدث اصلا، لانهم بحثوا على الشجر عشان يقطعوا ما لقوهاش. واخد بالك؟ يعني هو بيقول وهم. وبعدين واتباع سيدنا عمر اولى من اتباع ابنه عبد الله بن عمر الذي خالف ابيه، لان سيدنا عمر من الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينه من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يا سلام، وتلاقي ايه؟ عالم كلام يغر.
واخد بقى كله ضلمه. ربنا ينجينا. وفي الاخر يتبعوا لك عقيده كل مبتدع ويسموها عقيده كل مسلم. عقيده كل مبتدع. انا كنت متغاظ فقلت مره عقيده كل مشرك، فقلت لا كده ما يصح، نسميها عقيده كل مبتدع. واخد بالك؟ يتبعوها في المساجد وينشروها كده ويعلقوها ويكتبوا فيها العك كله. عايزين كل الامه تبقى عكاكه. ليه؟ ليه يعني؟ مش كفايه انتوا؟ بيقول كمان ايه من اقواله؟ المحبه الا ترى الاحسان الا من محبوبك، ولا تطيع الا مطلوبك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى المحبه الا ترى الاحسان الا من محبوبك، والا تطيع الا مطلوبك. وانت مطلوبك الله، يبقى ما تطيعش الا مطلوبك. ومنهم ابو عبد الله محمد بن اسماعيل المغربي. المصريين يقول لك المغربي بفتح الراء، خطأ شائع في لغة المصريين العامية، هي المغربي نسبة للمغرب بكسر الراء كده، لكن المصريين يقول لك مغربي. هي انت بتقول المغرب ولا المغرب؟ يبقى المغرب صح، لكن لغة العوام يقول لك المغربي. يمشي يقول لك ايه اللي جاب المغربي على الشام؟ عشان الناس المصريين يقول لك كده، هو ايه جاب المغربي على الشام؟ يعني لان الشام في الشرق والمغربي في الغرب، فيعني ايه اللي جاب ده على ده؟ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل المغربي رضي الله عنه. الفاتحه لروحي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استاذ ابراهيم بن شيبان اللي هو ابراهيم الخواص، مشهور بابراهيم الخواص، ده شيخه بقى. شوف انت ابراهيم الخواص ده كان ايه العظمه اللي هو فيها دي، ده بقى شيخه يا زيد. شفت بقى، تعرف عظمه الانسان اما من شيخه او من تلميذه، من شيخه او من تلميذه. فاذا كان شيخه كده يبقى، اذا كان تلميذه كده يبقى الشيخ محمد بن اسماعيل المغربي يبقى ايه، ويبقى شيخ محمد بن اسماعيل ايه اصلا اللي هو ابن رزي، وتلميذ علي بن رزي. يعني شيخ ابو عبد الله محمد بن سعيد المغربي هو ابن رزين، وتلميذه ابراهيم ابن شيبان اللي هو ابراهيم الخواص. عاش 120 سنه، يا سلام شفت، ومات سنه 99 و200، يعني عاش 120 سنه. كان عجيب الشأن، لم ياكل مما وصلت اليه يد بني ادم سنين كثيره. يمكن عشان كده عايش، اصل اكل البني ادمين دلوقتي كله سموم. اه والله، هو عاش عشان كان بياكل من طعام البريه كده، يقطع شويه حشيش ياكل، كل ما يجوع يقطع شويه حشيش كده وياكل، فعاش ما جالوش امراض. انما احنا دلوقتي قاعدين طول النهار نلغ في اكل عجيب الشكل، منه مرشوش ومنه مش عارف معمول ازاي ومنه مسبك ومنه مليان سمنه ومنه يعني شغلانه كبيره، ومنه جاي بمال مشبوه، وشغلانه كده مش سهله. فبتتولد الامراض كلها من الحاجات دي، لكن هو ربنا كان مريح، ما كانش يشتهي طعام البني ادمين. لا عايز ياكل طعميايه ولا حته حرشه ولا حته لحمه ولا الكلام ده، مش في باله هو. ولا حته كنافه ولا، مش في باله الامور دي كلها. يقول لك كان عجيب الشأن، لم ياكل مما وصلت اليه يد بني ادم سنين كثيره، وكان يتناول من اصول الحشيش اشياء تعود اكلها. وقال أبو عبد الله المغربي: أفضل الأعمال عمارة الأوقات بالموافقات، اللي هي بالطاعات يعني. كل وقت ليه طاعته. الذكاء والفقه والتوفيق إنك أنت تحط طاعة كل وقت في وقته. فهمت إزاي؟ يعني إذا أذن للظهر، طاعة هذا الوقت إنك تصلي الظهر، ولا تروح تقعد تصلي تطوع؟ ما ينفع. ولا تسيب الجامع وتخرج تتصدق على الناس اللي قاعدين على القهوه؟ ما ينفعش. اذن الظهر، طاعه هذا الوقت هي صلاه الظهر جماعه في المسجد. خدت بالك ازاي؟ يبقى كل وقت تشغله بالطاعه المطلوبه له بناء على ايه؟ دليلك، وهو نبيك صلى الله عليه وسلم، هو ده يبقى دليلك في كل حاجه.
افضل الاوقات افضل الاعمال عمارة الاوقات بالموافقات، اي بما يوافق الشرع الشريف من الطاعات. وقال اعظم الناس ذلا فقير داهن غنيا او تواضع له. يا يبقى ذل نفس زي ما قال زمان في الطمع اهو، صنعتك ايه الذل؟ يتذلل فقران ويتذلل للاغنياء يزداد فقر. فهمت ازاي؟ اعظم الناس ذلا فقير داهن غنيا او تواضع له، واعظم الخلق عزا غني تذلل للفقراء وحفظ حرمتهم. من اقواله في الهامش الفقير لا يرجع الى مستند في الكون غير الالتجاء الى من اليه فقره ليغنيه بالاستغناء به. الفقير لا يرجع الى مستند في الكون، لان كل ما في الكون فقير الى من خلقه، غير الالتجاء الى من اليه فقره ليغنيه بالاستغناء به. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ومن ادعى العبودية وله مراد باق فهو كذاب، انما تصح العبودية لمن افنى مراداته في مرادات سيده. يعني لازم يخرج من اختياراته، من اختيارات نفسه مع الله. والعارف تضيء له انوار العلم فينظر بها عجائب الغيب. والعارف، العارف اللي هو المشاهد اللي هو المعايش، والعالم اللي هو معاه الدليل لكن مش شايف. فهمت؟ يبقى المعايش اللي هو عايش معانا وقاعد معانا، يبقى قاعد في الدرس. فهمت ازاي؟ ده عايش وشايف وعارف وسامع، معايش يبقى عارف. انما العالم اللي هو قاعد بره عنده علم ان في درس جوه، صح؟ ايه الدليل؟ يقول لك اصل في شيخ قاعد، انا شايف من بعيد اهو شيخ قاعد وفاتح كتاب وطلبه حواليه، يبقى في درس علم. لكن ده مش عايش، مش عارف، ده عالم بس عنده دليل. قد يكون هذا الدليل بالمشاهده، قد يكون الدليل بالعقل. فهمت ازاي؟ العارف بقى بيقول ايه؟ تضيء له انوار العلم. يبقى العلم بالنسبة للعارف كالأنوار بس، فيرى بها، يرى بها ما يراه. يعني لا بد أن تصل للمعرفة عن طريق العلم. فهمت ازاي؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمك الله تصير عارفا. واتقوا الله لابد أن تكون عالما، لأن التقوى شرطها العلم مع الخشية مع الإخلاص، مش كده برضو؟ لابد يبقى عالم عنده خشية من الله وعنده إخلاص، مش كده برضو؟ يبقى واتقوا الله، يبقى عندك علم الأول. يعلمكم الله تصير عارفا، يبقى تبدأ عالما ثم تصير عارفا، عالما عاملا مخلصا خائفا، عشان تبقى اتقوا الله. عالما عاملا مخلصا خائفا. اذا توفرت الحاجات دي يعلمك الله تصير عارف. فهمت ازاي بقى؟ والعارف تضيء له انوار العلم فينظر بها عجائب الغيب. ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق رضي الله عنه. الفاتحة لروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين بالصراط المستقيم. من أهل طوس سكن بغداد، وصاحب الحارس المحاسبي. يبقى كان معاصر للامام احمد بن حنبل، لانه كان الامام احمد بن حنبل بيحضر دروس الحارس المحاسب. يبقى ده في القرن الثالث الهجري. وصاحب الحارس المحاسبي والسري السقطي، يبقى ده من جيل اباء سيدنا الجنيد
لان السري السقطي خاله وشيخه. توفي ببغداد سنة 9 وقيل سنة 98 و200. قال ابن مسروق: من راقب الله تعالى في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. من راقب، يبقى المراقبة في الباطن تؤدي إلى العصمة في الظاهر، والعصمة إذا ما أضيفت إلى غير النبي لها معنى، وإذا أضيفت للنبي لها معنى. يبقى العصمة إذا أضيفت للولي غير ما تضاف للنبي. فالعصمة المقصودة عند الولي هي التوفيق للطاعات مطلقا، مع كمال الحفظ، مع دوام الحفظ غالبا من المخالفات، غالبا مش دائما، واخد بالك ازاي؟ لكن لما تبقى دائما وكاملا تبقى للنبي، لان الولي ليس بمعصوم، ولكن غالب حاله الحفظ، غالب حاله وليس دائم حاله، له غفلات قد تحدث، واخد بالك ازاي؟ ما هو ممكن يكون الطاعة اللي هي في نظر الولي لو نظر إليها النبي وجدها هي عين المعصية غفلة، فهي وجهات نظر. فهو لما بيحلف انه لم يعص الله قط لأنه على مستوى الولاية مش على مستوى النبوة، واخد بالك؟ الترمذي الأولاني اللي احنا اتكلمنا عليه فاكره، أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي، لموا ركبوه على حمارة في بلده وضربوه ورزعوه علقة وقالوا له يا كافر وطردوه بره بلده. عارف ليه؟ علشان فضل الولاية على النبوة. فهمت ازاي؟ وهو ما كانش يقصد كده، هم فهموا غلط. هو كان بيتكلم في ولاية النبي قبل النبوة. فقال أن ولاية النبي قبل نبوته هي سلوك النبي، أما النبوة فهي من الله. فإذا نظرنا إلى السلوك فهو من جهة العبد، والنبوة من جهة الرب. فهمت إزاي؟ فالولاية هي المطلوبة وهي المقصودة، أما النبوة فهي تأتي من الله محض اصطفاء. فهو بيتكلم على ولاية النبي لا على على أن الولي مطلقا غير النبي أفضل من النبي، ما يتكلمش كده، كان يقصد كده بس هما ما ادالوش فرصة. جاي هو يتكلم في الأول بيقول مقدمة، أنا يا مجرم بتقول كده يا كافر تعال، وراحوا قعدوه ورزقوه علقة محترمة وطردوه بره بلد. أيوه في ايه؟ لا لا، الولاية بذل المجهود منك، الولاية عموما هي بذل المجهود من العبد للوصول الى الرب، اما النبوة فهي محض فضل من الله غير مكتسبة. فهمت ازاي؟ فهي لو كانت المسألة من جهة العبد ففي بذل المجهود. فهمت ازاي؟ انما الثانية مجرد مكافأة، محض اجتباء. فهمت ازاي؟ وهو ده نفس المعنى اللي يقول لك ايه؟ يقول لك ان المجذوب فقط لا يقتدى به، لكن السالك المجذوب يقتدى به، اللي هو جمع بين ايه؟ بين السلوك والجذب، اللي هو جمع بين الاجتباء وبين السير الى الله، هو ده اللي يقتدى به. فهمت؟ ده هو يقصد المعنى ده، يعني يقصد المعنى ده، لكن هم ما ادولوش فرصة. هو جاي يقول مقدمة الظاهر ما عرفش يبتديها كويس، ففهموا منه غلط، فما ادولوش فرصة بقى، هات تعال قعدوه ادوله على قفاه وادوله اجل وطردوه. فهمت ازاي؟ تسرع يعني. من راقب الله تعالى في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه.
يبقى مراقبة الله في الباطن تؤدي إلى الحفظ. بلاش نكلم العصمة عشان نخليها أحلى، عشان تبقى الكلام واضح، نقوم ما نقلقش حد. فتؤدي إلى الحفظ في الظاهر، والحفظ هي إيه؟ بمعنى العصمة، ولكن عند إيه؟ غير الأنبياء. فإذا كملت صارت عصمة وهي في الأنبياء. علشان تبقى الحكاية واضحة، نقوم لحسن إيه؟ تيجوا تقوموني من على الكرسي وتعملوا فيا إلا بس مفيش حمارة برضه. الله يكرمك. وقال تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله تعالى. يا سلام، مش ربك بيقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والوهابية يقول لك تعظيم غير الله شرك، لم يقرأوا القرآن، يقول لك تعظيم غير الله شرك، ويدونا خطب واحنا طالعين من الحج بقى. كل حجة يا اخي نكدوا عليا كده، نبقى طالعين من الحج وفرحانين وعايزين نروح المدينة بقى، متشوقين على النبي، تحضر عندهم خطبة الجمعة ولا بتاع قبل ما هتطلع المدينة، يقول لك لا تبالغوا في مدح النبي ولا تبالغوا في محبة النبي، لأن المبالغة في محبة النبي تؤدي إلى الشرك الذي مش عارف منه إيه وإيه. ما يخلوش خطبة منهم بعد الحج إلا وفيها المعنى ده. حاجة عجيبة الشرك، ينكد علينا. ليه يا ابني بس؟ ليه؟ بقى لا تبالغوا في محبة النبي. ده ربك سبحانه وتعالى بيقول لنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ازاي ما بالغش انا في محبة النبي؟ اذا كان هو اولى مني من نفسي. ده حاجة غريبة قوي. تبالغ في محبة بن باز؟ حاجة غريبة الشكل. ألا تبالغوا ألف محبة النبي. جزاك الله. شفت يا سيدي اهو بيعملوا ايه؟ يكفرون وهم لا يعلمون، بيكفروا الأمة. مش عارف والله، هم اصلا مش عارفين التوحيد، هم عارفين التوحيل، واخد بالك زي هم عندهم مجله اسمها التوحيد، هم حقهم يخلوها التوحيد. كان شيخنا الشيخ نجيب المطيع مسميها كده، كان يقول مجله التوحيل على بتاعه انصار السنه اللي بيعملوها. يا تصور ان هم كانوا يقولوا كده في كل موسم حج، لا تبالغ في محبة النبي ولا تبالغ في مدح النبي، بل لا تمدحه اصلا، لان المدح للمخلوق مكروه وقد يؤدي الى الشرك. يقولوا الكلام ده كده في الخطب في الحرمين، قايلين كده برضو هنا. طب شفت بقى، ولكن ما هو الكفر؟ ربنا ينجينا. انا بخاف اقرا الحاجات دي والله، بقعد منكد. حاضر. ايه دي حاجة تانية؟ ما هي دي زي دي. لما كلها كده كاتبين في يشركون، ده في واحدة، ده هم بيشكلوا علينا. بيشكلوا علينا. طيب هحط دي كده ودي كده، ورق كوتشينه. ربنا ينجينا يا سيدي. ده حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة، حاجة غريبة يا أخي. ألا تبالغ في محبة النبي، بالنسبة للكلمة دي مش تنكد عليك؟ إزاي أنا أمال هحب مين يعني؟ إذا كان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومالي ووالدي والناس اجمعين، وهو نفس معنى آية النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. هو الحديث ده نفس معنى الآية دي، كأن النبي بيترجم الآية. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يعني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ومالي ووالدي. لان احاديث النبي نادرا ما تجد حديث الا وتجد له آية تؤيده. نادر اما تلاقي كده. ايوه ده يترد عليهم من الصبح. ربك بيقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. يقول لك تعظيم غير الله شرك، يعني هو بيخالف القرآن.
هو لما ربنا قال للملائكة عظموا آدم واسجدوا له قال لهم اشركوا؟ هو الملائكة هتشرك وربنا هيؤمر بالشرك؟ الملائكة معصومون، الملائكة رسل معصومة، واخد بالك؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عمرهم ما يعملوا عمل شرك أبدا. يقوموا يسجدوا كلهم لآدم أشركوا؟ عارف لو واحد وهابي في وسطهم والله ما كان سجد، كان هيبقى مع إبليس، والله ما كان هيسجد. الوهابي في وسطهم ما كانش هيسجد، هيقول لك السجود لغير الله شرك، انا خير منه. هم ماشيين قبلت، لا هم قبلت. طب والله لو ربنا كان حط لنا في وسط الملائكه واحد وهابي بالمنطق بتاعهم ده ما كان سجد، هيبقى ابليس ووهابي الاثنين مستجدين والباقيين كلهم ساجدين. ها يلا فشوف هنا بيقول لك ايه سيدك ابن مسروق، بيقول لك تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله تعالى. هم بيقولوا عليهم مشركين، بيقولوا عليهم كفار، يبقى ده ضد الكلام ده تماما. والمشكله يا اخي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث يخوف، من قال لاخيه يا مشرك فقد باء بها احدهم، او من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهم. يعني تصور انت لما يقول لك انت يا كافر وانت مش كافر، هو اللي بقى كافر. دي مشكله مش سهله، هتلاقيها تترد عليه، هتترد عليه على طول، لان تكفير المسلم كفر. تكفير المسلم كفر، لما يروح هو يكفر المسلمين ده يبقى كفر وهو مش واخد باله، عشان كده هتلاقيهم مظلمين. تعظيم حرمات المؤمنين، هو احنا مش بنعظم الكعبه؟ بنعبد الكعبة؟ يبقى الشيء المعظم مش معناه يبقى معبود، قد يكون معظم بأمر الله. فتعظيم ما أمر الله بتعظيمه هو عين العبادة، فهمت ازاي؟ بل اتفق العلماء وأجمعوا على أن إهانة الكعبة كفر وإهانة المصحف الشريف كفر، فمن أهان الكعبة كفر بإجماع المسلمين، حتى الوهابية لو كانوا من المسلمين المبتدعين، وهم من المسلمين المبتدعين الخوارج في هذا الزمان، يبقى برضه كفر، واخد بالك؟ إهانة الكعبة عندهم، إهانة الكعبة برضه كفر. طيب شوف سيدنا رسول الله نظر إلى الكعبة وقال ألا إن حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد. يعني كل مسلم ماشي في الشارع كده كعبة لوحده، بنص حديث النبي كعبة الواحد، كل مسلم ماشي في الشارع كعبة، يعني لو طفت حواليه تبتغي البركة ما يجراش حاجة. بكلمك جد، وعشان كده تقول له ادعي لي، دعوة المسلم للمسلم مستجابة زي دعوتك عند الكعبة مستجابة. يعني كل مسلم ماشي لوحده كده كعبة وهو مش واخد باله. فإذا كان تعظيم الكعبة مطلوب فتعظيم المسلم مطلوب أشد بنص كلام النبي. ده تعظيم المسلم المعتاد، فما بالك المسلم العالم؟ ما بالك المسلم العامل؟ العالم العامل، ده الإمام النووي يقول لك تقبل يد حافظ القرآن تبركا لحفظه للقرآن. ده الإمام النووي بيقول كده، يعني لو واحد مجرد انه حتة واحد كده ما يعرفش حاجة لأنه حافظ القرآن بس، حتى ما يعرفش معناه، كون ان ربنا خلى قلبه كده وعاء للقرآن دي بركة كبيرة قوي. يقول لك تقبل يده من أجل هذا تبركا. شوف ده الامام النووي قايلها كده في اداب في التبيان، في اداب حفظه القران كاتبها الامام النووي في حمله القران. يبقى اذا كان المسلم يعظم بهذه الصوره فما بالك المسلم العالم العامل الولي الصالح اللي اتفق الناس على ولايته، يبقى ايه؟ يبقى يعظم اشد. فما بالك بقى سيد المرسلين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين، يبقى يعظم اشد ما يعظم. هو اشد عظمه، هو اشد مخلوق معظم هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ايه المشكله يعني فيه؟ وعشان كده هو الراجل هنا بيتكلم اهو، ابن سيدك ابن مسروق بيقول ايه وسيدنا احنا كلنا، تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله تعالى، وبه يصل العبد الى محل حقيقه التقوى. يعني هم ما وصلوش محل حقيقة التقوى،
لاحتقارهم للمسلمين لعدم تعظيم حرماتهم، واخد بالك ازاي؟ فما عرفوش قدر المسلم. شوف انت الشيخ اللي قبله بيقول ايه، ما انتقصت ما استصغرت احدا من المسلمين الا وجدت نقصا في معرفتي وايماني. يا خبر ابيض، وهم شوف بيقولوا على المسلمين ايه، ده بيقول ما استصغرت احدا من المسلمين، فما بالك هو بيخلي المسلم مشرك. ربنا ينجيهم مما هم فيه وينجينا من شؤم افكارهم، لان الامة الان بتعاني من شؤم افكارهم. وقال شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة، الفكرة اللي هي العظة والتدبر. فالمعرفة شجرة اللي بيرويها العظة والتدبر في احوال الاكوان وفي مقدورات الله وفي اقدار الله في عباده. وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل، طول ما الانسان جاهل فشجرة الغفلة عنده وارفة، وارفة الظلال، فهمت ازاي؟ اول ما يبتدي يمنع الجهل بطلب العلم تبتدي تذبل شجرة الغفلة ويحل محلها شجرة الذكر، ويبتدي اما يذكر، واخد بالك ازاي، يتفكر، فلما يتفكر تبذر فيه بذرة المعرفة، فيبتدي ترتوي بذرة المعرفة حتى تصير شجرة. فالمسألة عايزة مجهود، عايزة حراسة، زي اللي بيزرع أرضه. وشجرة التوبة تسقى بماء الندامة، لأن الرسول قال الندم توبة، الندم توبة، لأن الندم يجعلك تقلع في الحال عن المعصية. طالما أنت ندمان على ما فعلت فيخليك على طول تقلع، وعشان كده الركن الأساسي في التوبة هي الندم مش الإقلاع، لأن قد تترك المعصية وتعود إليها مرات ومرات، لكن لما تبقى ندمان لو تركتها ما تعودش ليها تاني، لأن خلاص تبقى كره. وعشان كده الرسول قال الندم توبة، مع إن التوبة محتاجة حاجات كتيرة غير الندم أخرى، من الإقلاع والعزم على عدم العودة ورد الحقوق إن كانت متعلقة بحق الآدمي، لكن النبي قال الندم توبة يريد الركن الأساسي، زي ما يقولك الحج عرفة، يعني الركن الأساسي كده هو عرفة، لكن الحج في عرفة وفي غير، في رمي جمار وفي طواف إفاضة وفي سعي، في إحرام وفي هدي وفي واجبات وفي أركان وفي سنن شغلانة، لكن النبي يختصر عرفة لأن هي ده الركن الأساسي. وشجرة التوبة تسقى بماء الندامة، وشجرة المحبة تسقى بماء الاتفاق والموافقة. يقول اتفاق أي مراد العبد ومطلوب الرب، والموافقة أي للكتاب والسنة. يبقى في شجرة المعرفة وفي شجرة الغفلة وفي شجرة التوبة وفي شجرة المحبة. وقال متى طمعت في المعرفة ولم تحكم قبلها ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل. لو طمعت أن يعلمك الله اللي هي المعرفة، اتقوا الله ويعلمكم الله، إذا طمعت في هذا ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة اللي هي التقوى اللي هي السلوك، ما هو اتقوا الله يعني اسلكوا، فتحكم التقوى يعلمك الله. فإذا طمعت في المعرفة ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة اللي هو السلوك والاجتهاد مع الله فأنت في جهل. ومتى طلبت الإرادة، وإذا طلبت السلوك قبل تصحيح مقام التوبة، يعني قبل الندم على ما فات من الغفلات وقبل الإقلاع عما أنت فيه من المعاصي، فأنت في غفلة عما تطلب، لسه ما بدأتش السلوك، لأن بداية السلوك هو التوبة. يقول في الهامش أخذ الحديث سيدنا ابن مسروق عن كثيرين ومن أقواله من لم يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله، من لم يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله. شفت الجمال؟ واضح والله، كلام واضح، لكن لو واحد وهابي قاعد يعمل لك مش فاهم. ليه مش فاهم؟
لانه لم يقدر الله حق قدره، ولم يقدر النبي حق قدره، ولم يحترم حرمات المؤمنين، فحرمه الله حسن الفهم. الواحد منهم تقول له الدليل واضح فيه الشفاء يجاب لك بعد ما يسمعه بقى. ليه؟ لانه مظلم مش قادر يدرك نور الدليل، مش قادر، فيرهقك. محدش يناقشهم الا ويرهقوه. ليه مظلمين؟ كنت انا كاتب رسالة كده في ادلة الاحتفال بالمولد النبوي ووزعتها عليكم. فشيخ اسمه صفوت تبعهم الظاهر، انا ما لم اقابلهم، لكن لقيت انه منزل على ايميل رد عليها، واخد بالك ازاي؟ فاعتراضه كله يترد عليه يعني، ويترد على اللي زيه، لكن من كتر جهل الاعتراض انا مش عايز ارد عليه بقى. لكن انا بس بدي لك مثال لطريقة الرد. انا كاتب جملة كده، واخد بالك ازاي؟ لان وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح به كل موجود، لانه تنعم به الوجود حيث ان وجوده فرح به كل موجود. كنت كاتب انا جملة كده، فهو من ضمن اعتراضه بيقول لك ويقول الشيخ جزاه الله خير، طبعا ده اللي انا الحمد لله جزاه الله خير جزاه خير، يقول ويقول الشيخ فرح به كل موجود. هل يجهل الشيخ؟ والمصيبة أن يكون يجهل. هل فرح بوجود النبي إبليس؟ هل سعد بوجوده أبو لهب؟ معترض. فهذا تلبيس، وربما غلب على الشيخ السجع فأراد أن يأتي بجملة فيها سجع، ولكنها مخالفة للشرع الشريف اللي هو ما يعرفوش أصلا. حاجة غريبة يعني، ما يعرفش أن النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قراش القرآن دي؟ هو إبليس وأبو لهب مش من العالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو النبي مش رحمة للعالمين؟ إيه اللي طلع إبليس من العالمين؟ مين اللي طلعه بقى عند صفوة وأمثاله؟ ما هو داخل في العالمين، كل ما سوى الله عالمين. ابليس سوى الله ولا هو بيعبد ابليس؟ لا طبعا هو لا يعبد ابليس، لكن هو مش فاهم مقابر النبي ولا مقام النبي. هو لما ابليس قال انظرني الى يوم يبعثون، ربنا استجاب دعوته من اجل مين؟ من اجل النبي. هو فكرك يعني لو ما كانش النبي هيبعث يعني كان دخله في النار على طول، ما رضاش يسجد لابليس، خده ورماه في النار، صح؟ ما رضاش يسجد لسيدنا ادم، يروح واخده رميه في النار في الحال، لكن قال له انظرني الى يوم يبعثون، ببركه النبي انه هيبعث، قال له انك من المنظرين، يبقى اجابه دعوتي كانت برحمه النبي، صح ولا لا؟ هو اجابه الدعوه دي مش شيء يسعد به كل موجود؟ طب ما استجيب في دعوته، ومش كده وبس، وربنا كمان اداله كمان آلات، قال واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعد، واداله عمر الدنيا، قال له كمان مش هتموت يا عم، خليك عايش طول الدنيا، خدها وافرح بيها ليه؟ فهمت؟ يبقى ده ما ساعدش ولا لم يسعد؟ هو لما أؤخر العذاب وأؤخر حكم الإعدام على كافر، على إنسان، مش ده يبقى رحمة؟ أنا أحكم على إنسان بالإعدام وبعدين أأجله لمدة 1000 سنة، يبقى ده فيها رحمة ولا ما فيهاش رحمة؟ طب ده أأجله عن إبليس 1000 السنين مدة الدنيا، يبقى سعد به كل موجود ولا ما سعدش؟ يبقى هو مش فاهم. شوف يلبس على الناس، قال يقول وهل سعد به إبليس؟ هل سعد به أبو لهب؟ أبو لهب بيخفف عنه العذاب كل يوم 2 علشان بس فرح بميلاد النبي، بس يشرب نقطة مية، هو الوحيد في النار كلها اللي يشرب نقطة مية يوم 2 من إبهام، والباقي كله بيشرب من غسلين والحميم عشان فرح بالنبي بس. وبعدين هو ربنا بيقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وما يستغفرون، يبقى ربنا أجل العذاب عن الكفار وأوقف حد القتل عند المنافقين برحمة النبي ولا لا؟ يبقى حتى المنافقين استفادوا، حتى الكفار استفادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رحمة للعالمين ولا لا؟ قال يقول لك ايه الشيخ مش واخد باله وبيقصد سجع، سجع ايه؟ لا انا اقصد المعنى، سجع ايه؟
فعلا سعد به كل موجود، حتى انت يا ايها الوهاب سعدت به دون ان تدري. واخد بالك؟ دي مش واخدين بالهم. ده حظ الشيطان الرحمه في الاخره. بالرحمه في الاخره. ده اللي خرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لان رحمتي وسعت كل شيء في الدنيا. وسعت كل شيء، والشيطان مش شيء. خلاص دخل. فساكتبها بقى في الاخره. واخد بالك ازاي؟ وعشان كده هي دي العلقه اللي اخرجها الله سبحانه وتعالى من قلب النبي، اللي هي رحمه الله بابليس في الاخره، لانه هو اصلا حرمه منها ساعه ابائه للسجود. فلما كان النبي قبل ابليس، لانه اول الناس خلقا، فكان الرحمه كلها شامله كل الخلائق بما فيها ابليس. فهمت ازاي؟ فلما جاء النبي ولد اخرج رحمه ابليس من قلب النبي المتعلقه باخرته لا بدنياه. فهمت؟ لكن مش حظ الغوايه، النبي بعيد عن الغوايه اصلا صلى الله عليه وسلم. والله لو قلنا له كده هيألف رساله يرد فيها عليه، لانه ما يعرفش مقام النبي. اي حاجه تتكلم فيها على مقام النبي، واحنا مهما اتكلمنا على مقام النبي، على فكره ده احنا بنقول قطره من بحر مقام النبي، هم تبص تلاقيهم يعترضوا. ليه يعترضوا؟ هم متصورين انه انسان عادي وخلاص ومات وخلصنا. هم متصورين كده. فلما تيجي تقول لهم بعض احواله الشريفه المنيفه، يقوموا يتقززوا، مش عارفين. مش عارفين الا انه بشر. بشر ايه بس؟ بشر معتاد يعني؟ بشر، ما انت بشر. ايه يعني؟ اما اجي اسالك انت فلان ايه رايك في فلان، تقول لي حيوان ناطق؟ تبقى دي كلمه يعني؟ لا، تقول لي ده انسان، شيخ، عالم، ازهري، ممتاز، يعني تكلمني بالخصوصيه، مش تكلمني بالحاجه اللي هو مشترك فيها مع سائر الناس. طب ما هو النبي مشترك مع سائر الناس في ظاهر البشريه، لكن مختلف مع سائر الناس في حقيقته صلى الله عليه وسلم. فلما اجي اقول لك عن النبي تقول لي بشر، يعني زي سائر الناس يعني؟ ده الكفار هم اللي تحججوا بالبشريه، هم قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالوا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. والايات واضحه، كل من تحجج ببشريه الانبياء كانوا كفارا، ولم ينظروا الى بشريه الانبياء الا الكفار فقط. اما سائر المؤمنين نظروا الى خصوصياتهم، انهم مبلغين عن الله، انهم يوحى اليهم. وقال المؤمن يقوى بذكر الله والمنافق بالأكل والشرب. يعني المؤمن قوته بالذكر وبعلاقته بالله، إنما المنافق والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني كل قوته بالأكل والشرب، إنما مش بالله. آخر واحد النهاردة، ومنهم أبو الحسن علي بن سهل الأصبهاني أو الإصبهاني بفتح الهمز أو كسرها، ودي موجودة في إيران اللي اسمها أصفهان، دلوقتي اسمها أصفهان في إيران، الأصبهاني اللي هي مدينة أصفهان في إيران. الفاتحة لروحي الشريفة. أعوذ بالله. من أقران الجنيد، أبو الحسن علي بن سهل الأصبهاني من أقران الجنيد، قصده عمرو بن عثمان المكي في دين ركبه، فقضاه عنه وهو 30,000 درهم. دي يسموها إيه؟ الفتوة. يسموها الفتوة، هي أن يؤثر غيره في ضرورة نفسه، مش حاجة نفسه بس، ضرورة نفسه، يديها لغيره ويترك نفسه لربه. دي اسمها الفتوة. قصده عمرو بن عثمان المكي في دين ركبه فقضاه عنه وهو 30,000 درهم،
لقي أبا تراب النخشبي والطبقة، أي الذين في طبقته، ومن كلامه حرام على من عرف الله أن يسكن لغيره، وقال التصوف التبري عمن دونه والتخلي عما سواه، التصوف التبري عمن دونه والتخلي عما سواه. سبحانه. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الطبري يقول، سمعت علي بن سهل يقول: المبادرة إلى الطاعة من علامة التوفيق، المبادرة إلى الطاعة من علامة التوفيق. التوفيق اللي هو إيه؟ اللي هو أنك في الأزل من أهل الجنة، لأن الله قبض قبضة فجعلهم لأهل الجنة وقبض جعلهم لأهل النار، فأهل الجنة بعمل إيه الجنة يعملون؟ أي بالتوفيق، وأهل النار بعمل أهل النار يعملون، أي بالخذلان. فهمت إزاي؟ فالمبادرة إلى الطاعة من علامة التوفيق القديم. فهمت إزاي؟ اللي هو مكتوب عند الله. والتقاعد عن المخالفات، يعني التقاعد عن المعاصي، يعني البعد عنها، من علامات حسن الرعاية اللي احنا نسميها الحفظ بقى، ان ربنا يحفظه. حتى لو جال واحد من دول عزم على فعل معصية وراح، يلاقي الدنيا مقفلة، يطلع في مخه كده يقول: لما اجرب كده اروح اسهر النهاردة في السينما، وبعدين وهو ماشي في السكة يجيله مغص شديد يروح مقضي اليوم في القصر العيني، بقى لما كان هيقضيها في السينما، القصر العيني اهون شوية، يوم ربنا يحفظه يعني من المعصية، يوم ينشغل في حاجة تانية، يتزحلق في قشرة موز، يتكسر، يرقد في سريره شهر ونص مجبس. ليه؟ أصله كان رايح مشوار في السينما. يقوم إيه؟ ربنا يحفظه، يحفظه من المخالفات في الحاجات دي. إنما واحد تاني عايز يروح السينما، يلاقي واحد طالع، يلاقي واحد صاحبه أول باب بيته معدي بالعربية، تعالى ده أنا رايح النهارده الكازينو، يلاقي حكاية سهلة. ده من أهل الخذلان بقى. المعاصي سهلة معاه، كل ما يجي ينوى على حاجة يلاقي إيه؟ أعلى وأعلى. واخد بالك؟ ده من اهل الخذلان. فما تفرحش بتيسير المعصيه، ما تفرحش، بل الواحد يخاف كل ما يجي يعمل معصيه يلاقيها ميسره كده، يخاف ليكون من اهل الخذلان. ومراعاة الاسرار من علامات التيقظ اللي هي المراقبه، يعني من علامات التيقظ اللي هي اليقظه. واظهار الدعاوى من رعونات البشرية، أنا 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 الدعاوى، أنا خير من، مش الجدع الأولاني ده قال كده؟ إيه؟ الميؤوس منه ده قال أنا خير من، فأول من قال أنا وقعد يدعي بقى دعاوى كاذبة، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال إيه ده؟ قال يعني بينبه ربه، حاجة غريبة أوي، ده غباوة وكبر. اللي خلاه بالغباوه دي مع انه هو يعني عالم كبير، ابليس ده عالم كبير لعلمه، من العلماء الكبار، لكن لم ينتفع بعلمه، ضل بعلمه. ده هو يخش للعالم من علمه يوسوس له، ويخش للجاهل من جهله يوسوس له، ويخش للعابد في عبادته يوسوس له، يعني خبير بالعباده، خبير بالعلم، خبير بالايه؟ بالجهل، خبير بكل مصيبه سودة. واخد بالك؟ يعني مش سهل ده. لكن الكبر هو اللي خلاه وقع في المسألة دي، الكبر والشعور بالخصوصية. وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية، ليه؟ لأن الواحد لو عارف إن لا حول ولا قوة إلا بالله ما يقدرش يقول أنا أبدا. يقول أنا إمتى؟ إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، ده كله فضل الله. وما بكم من نعمة فمن الله. تقول أنا إمتى بقى؟ لما هو كله من الله، هتقول أنا إمتى؟ هو انت فين انت اصلا؟ فهمت ازاي؟ وعشان كده ربنا حرم على المحسن انه يمن باحساني على الانسان الفقير. واخد بالك؟ ما تتبعش صداقتك ابدا بالمن على الفقير ابدا. ليه؟ لان المن معناه انا، معناه انا اللي اديتك، وده يبقى حرام. ده اللي اداله ربنا، بس كرم ايدك خلى رزقه يجوا عن طريق ايدك، كان ممكن يخلي رزقه يجوا عن طريق ايد غيرك. هو ربنا خلق ملايين الايادي، كون يصطفي ايدك انت من وسط ملايين الايادي ويجري رزق هذا الانسان على ايدك، تحمد ربك، مش تشوف ايدك، شوف المنعم.
فهمت ازاي؟ وعلشان كده الواحد ما يقولش انا انا، وعلشان كده يقول لك ايه، واظهار الدعاوى من رعونات البشريه، يعني من التسرع، من الجهل، واخد بالك، من الجهل بانه لا حول ولا قوه الا بالله. ومن لم تصح مبادئ ارادته لا يسلم في منتهى عواقبه، يعني من لم يصحح بداياته في طريقه وسلوكه الى الله بالنيه ان تكون خالصه لله ما يسلمش في العاقبه ابدا. لا يسلم في منتهى عواقبه. ومن اقواله من فقه قلبه اورثه ذلك الاعراض عن الدنيا واهلها، فان من جهل القلب متابعه سرور لا يدوم. جزاهم الله خيرا. ايه؟ من فقه قلبه، ممكن تقول فقه وفقه وفقه، مش كده برضو؟ على معاني بقى، مش انت درست الفقه؟ مش يقول لك الفقه جاي من فقه او فقه او فقه، فاكر؟ فقه بالكسر معناه فهم وزنا ومعنى، فقه فهم وزنا ومعنى، وفقه يعني سبق غيره في الفهم، مش كده برضو؟ فقه سبق غيره في الفهم، وفقه صار الفهم فيه سجية، صار الفهم فيه سجية. فممكن انت تقرا بالثلاثة، لكن احنا قريناها بسجية الفهم، هي اعلاهم. من فقه قلبه، خدت بالك؟ يعني صار الفهم في القلب سجية، اورثه ذلك الاعراض عن الدنيا واهلها، فان من جهل القلب متابعة سرور لا يدوم. ونقف عند هذا الحد اليوم، في كم سؤال كده نخلصهم عشان ايه ما نطلش عليكم.